اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 5 which is entitled factorizing the sum and difference of two cubes. من العنوان بتاع الدرس بتاعنا هنلاحظ ان هو في شبه كبير شويه من lesson 4 ان انا بعمل difference between two powers. Lesson 4 كنت بعمل difference between two squares. Lesson 5 هنشوف ازاي نعمل difference between two cubes. بالإضافة إن السم برضو بتاع التو كيوبز بيتعمل له فاكتوريزيشن. طيب تعالوا مع بعضينا نشوف الليسون. أنا عندي الإكسبريشن A باور 3 بلس B باور 3، ده عبارة عن إيه؟ ده سم بتوين تو كيوبز. لما أجي أعمل له فاكتوريزيشن بنعمل تو براكت زي ما اتعودنا، بس المرة دي هيبقى براكت صغير وبراكت كبير. البراكت الصغير بحط فيه نفس التو تيرمز دول بس الباور بتاعتهم 1، يعني هنا البراكت الصغير هنحط فيه A بلس الـ A بلس الـ B. طيب البراكت الكبير هنحط فيه إيه؟ البراكت الكبير هيبقى 3 تيرمز، الساين دي از اولويز بلس، يعني الساين دي على طول بلس. طيب والساين دي، الساين دي عكس الساين دي، يعني لو دي بلس يبقى دي إيه؟ يبقى دي ماينس. طيب أنا الـ A باور 3 لما آخد منها إيه؟ يتبقى منها إيه؟ يتبقى منها A باور 2. طيب بالنسبة للـ B لما اخد من الـ B باور 3 اخد منها B، يبقى منها ايه؟ يبقى منها B باور 2. طيب هنا الميدل تيرم هيبقى ده تايمز ده على طول، يبقى AB. طيب تعالوا نشوف اكزامبل. انا عندي هنا X باور 3 بلس الـ 8. طب هل الـ 8 بيرفكت كيوب؟ اه بالفعل الـ 8 ده بيرفكت كيوب لان هو بيكوال معايا 2 باور كام؟ باور 3. طيب نفك ده ازاي؟ نعمل تو براكتس، واحد صغير والتاني ايه؟ والتاني كبير. الصغير احط فيه التو بيزز دول اكس بلس ايه؟ بلس 2، ودي قلنا اولوز بلس، ودي عكس ايه؟ عكس دي. خدت انا ان الاكس باور 3 خدت منها اكس، يبقى ايه؟ يبقى اكس باور 2. خدت من التو باور 3 خدت منها 2، يبقى 2 سكويرد اللي هي 4، دي اللي هي اللي باقي اللي هي 2 باور ايه؟ 2 باور 2. طيب هنا ده تايمز ده اللي هي 2x. طيب تعالى نشوف الديفرنس بتوين 2 كيوبز. عندي a باور 3 ماينس b باور 3، ده بيرفكت كيوب وده بيرفكت كيوب وبينهم ماينس. بنفكه ازاي؟ بنعمل 2 براكتس، واحد صغير وواحد كبير. البراكت الصغير بحط فيه نفس الفاريبلز دي لكن الباور عندي زوان، يبقى انا عندي هنا a المره دي بقى ماينس b. بالنسبه للسم بتوين 2 كيوبز كنت احط a بلس b. طيب اتفقنا دي اولويز بلس ودي عكس دي، يبقى دي هنا ايه؟ برضه بلس. طب يبقى ايه من الاي باور 3؟ يبقى ايه باور 2. يبقى ايه من البي باور 3؟ يبقى بي باور 2. وهنا عباره عن ده تايمز ده، يبقى هنا ايه؟ اي بي. طيب تعال نشوف بعض الاكزامبلز. اكزامبل 1 بيقول لي فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج بيرفكتلي، يعني اعمل فاكتورايزيشن وكل لما تلاقي براكت ينفع يتعمل له فاكتورايزيشن هات الايه؟ هات الاكسبانشن بتاعه. طيب يفضل تبقى انت فاكر البيرفكت نمبر اللي هم مين؟ اللي هم ال1 واللي بعديه ال8، ال8 اللي هي 2 باور 3، وبعد كده عندي ال27 3 باور 3، 4 باور 3 اللي هي 64، 125، 216، 343 اللي هي 7 باور 3، 8 باور 3 اللي هي 512، 9 باور 3 اللي هي 729 والايه وال1000. دول خليك فاكرهم عشان هتستعملهم كتير. انا عندي هنا 8x باور 3 بلس 125، ال8 دي لازم احولها لايه؟ ل2 باور 3. يبقى انا عندي هنا 8x باور 3 دي اللي هي 2 باور 3 تايمز x باور ايه؟ باور 3. ولما تلاقي المنظر ده من حقك تخليه كده 2x ولم الباور عليهم هما الايه؟ هما الاثنين. يعني ده عباره عن ايه؟ ده اكنه 2x باور 3 بلس 125 اللي هي ايه؟ اللي هي ال 5 باور ايه؟ باور 3. يبقى انا قدرت اوضح البيز ده والبيز ايه؟ والبيز ده. سهل بقى ان انا اعمل فاكتورايزيشن دلوقتي. يبقى ده هيكوال معايا الاتي، براكت صغير وبراكت كبير. البراكت الصغير هحط فيه البيزز ديت اللي هي 2x بلس ايه؟ بلس ال 5. هنا لما اخد من ال 2x باور 3 اخد منها 2x، يبقى معايا ايه؟ يبقى معايا 2x باور 2، و2 باور 2 از ايه؟ از 4. يعني لما اخد هنا واحده من دول يبقى معايا 2x باور كام؟ باور 2. ال2 هتاثر على ال2 هنا تبقى ايه؟ تبقى 4، يبقى 4x باور ايه؟
باور 2. يبقى معايا هنا 4x باور 2، الساين دي عكس الساين دي، يبقى هنا ايه ماينس، وبعد كده ده تايمز ده اللي هو 10x، ودي از اولويز بلس، ويبقى منها 5 سكويرد اللي هي 25. طيب نيجي اللي بعد كده، ال 27 عباره عن 3 باور 3، يعني نقول كده 3 باور 3 a باور 3 ماينس b باور a باور 3 اللي هي هتيكوال الاتي، براكت صغير وبراكت كبير. براكت الصغير هيبقى فيه 3a ماينس b، دي اولويز بلس، ودي هتبقى بلس عشان عكس دي. طيب يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 3 سكويرد a سكويرد، 3 سكويرد ب 9، يبقى 9 a سكويرد، وهنا b سكويرد. طب وهنا ده تايمز ده اللي هو ايه؟ اللي هو هيبقى 3ab. طيب تعال نشوف هنا. هنا عندي a باور 6، الـ a باور 6 دي عامل فيها ايه؟ الـ a باور 6 دي عباره عن الاتي، عباره عن الـ a سكويرد الكل باور 3. طيب الـ 64 عباره عن ايه؟ عباره عن 4 باور 3. يعني ممكن نقول ان المنظر ده هيكوال ايه معايا؟ المنظر ده عباره عن a سكويرد الكل باور 3 ماينس 4 باور 3 بي باور 3 اللي هي هتيكوال الاتي، براكت صغير وبراكت كبير. نحط البيزز اللي عندنا اللي هنا بقى ايه سكويرد، بقى يبقى ايه سكويرد ماينس 4 بي، دي اولوز بلس ودي عكس دي. يبقى هنا هيبقى معايا مين بقى؟ هنا هيبقى معايا ايه سكويرد باور 2 اللي هي ايه باور 4، وهنا هيبقى 4 سكويرد بي سكويرد اللي هي 16 بي سكويرد، وده هيبقى مين؟ ده تايمز ده، يبقى 4 a سكويرد بي. اللي بعديها لما تيجي تبص للمساله دي تلاقي ان ال 40 از نوت ا بيرفكت ايه؟ نوت بيرفكت كيوب. طيب هل في كومن فاكتور؟ في كومن فاكتور، في عندي الاكس كومن فاكتور وال5 كومن فاكتور. يبقى اما اخد الكومن عندي هتيكوال معايا الاتش، هيبقى 5x. لما اخد 5 من ال 40 بالديفيجن يبقى 8. لما اخد x من ال x باور 4 يبقى معايا x باور كام؟ x باور 3. طيب ماينس ال 5x تاخد بره كلها كومون يبقى معايا مين؟ يبقى معايا 1. لما تيجي تبص ال 8 x باور 3، ال 8 عباره عن ايه؟ اتفقنا ان ال 8 عباره عن 2 باور 3، يعني دي هتيكوال الاتي، ال 5x زي ما هي براكت صغير براكت كبير، هنا هيبقى 2x ماينس 1، ان انا ال 8 عباره عن 2 باور 3، ودي عندي اولويز بلس ودي عكس دي. يبقى عندي يبقى هنا ايه؟ يبقى عندي 4 اكس سكويرد، وهنا هيبقى 1، وهنا هيبقى ده تايمز ده اللي هو 2 ايه؟ 2 اكس. تعال نشوف اكزامبل 2 بيقول لي فاكتورايز ذا فولوينج بيرفكتلي، اكس باور 6 ماينس 64 واي باور 6. لما تيجي تبص الاكسبريشن ده ديفرنس بتوين 2 سكويرز، يعني انت المساله ما بتجي لك هي مش هتقول لك انا في ايه في انهي ليسون. يبقى انا مش عشان بحل في الليسون اللي هو ليسون 5 يبقى المساله المفروض ان انا احلها ليسون 5، لا، هي هتجي لك المساله كده تتعامل معاها زي ما اتعلمت في ترتيب الليسونز. تيجي تبص هنا ديفرنس بتوين تو سكويرز، يبقى لما اجي افكها هيديني تو براكتس، واحد ماينس واحد بوزيتيف. هنا اكس باور 6 هيديني اكس باور 3، اكس باور 3 64 الروت بتاعها از 8، يبقى 8 واي باور 3، وهنا 8 واي باور ايه؟ باور 3. لما تيجي تبص هنا تلاقي ان ده هيتفك معاك وده برضو هيتفك معاك، يبقى ده difference between two cubes وده sum of two cubes. لما نيجي نبص على دي هيديني كده، هيديني x minus 2y براكت الكبير، يبقى من الاكس x squared، طالما دي minus يبقى دي plus، ده تايمز ده يبقى 2xy always plus 4y squared. ليه 4؟ عشان اتبقى من ال 2 باور 3 اتبقى 2 باور 2. طيب ده تايمز مين؟ هنا هيبقى x plus 2y، وهنا هيبقى عندي x squared minus 2xy plus 4y a y squared. نيجي نبص الاكزامبل اللي بعده، مديني x plus y ب 6 و x squared minus y squared ب 12 والفاكتور ده ب 28، عايز x باور 3 minus y باور 3. طيب لما نيجي نفك x باور 3 minus y باور 3 ده هيديني ايه؟ هيديني x minus y البراكت الكبير هيبقى فيه x squared plus ال xy plus ال y ايه؟ ال y squared. طيب ده موجود عندي هنا بكام؟ يعني ده كده
ب 28. نيجي نبص اكس ماينس واي مش عندي، لكن هو مديك اكس سكويرد ماينس واي سكويرد، اللي هي اكس سكويرد ماينس واي سكويرد ديفرنس بتوين تو سكويرز هيديني اكس ماينس واي تايمز اكس بلس مين؟ بلس الواي. طب مديك دي بكام؟ مديها لك ب 12. اكس ماينس واي مش عندي، طب الاكس بلس واي بكام؟ مديها لي ب 6. طيب انا عايز اكس ماينس واي ده يروح هناك بالديفيجن، يبقى الاكس ماينس واي هتيكوال مع 12 ديفايدد 6 which is ايه؟ which is 2. يبقى انا عندي الاكس ماينس واي بكام؟ ب 2، وبالتالي الاكس باور 3 ماينس واي باور 3 هتيكوال معايا 2 تايمز 28 which is 56. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على اسمه 5. Factorize each of the following. x باور 3 بلس 8، عارفين ان ال 8 دي عباره عن 2 باور 3، يبقى دي اكنها x بلس 3 بلس ال 2 باور 3 اللي هي هتديني 2 براكتس، واحد صغير والتاني كبير. البراكت الصغير هنحط فيه البيزز ديت، يبقى عندنا x بلس 2، وعندي هنا هيبقى x باور 2 ده اللي هيتبقى من الاكس باور 3. الساين دي بوزيتيف يبقى الساين دي على طول نيجاتيف. السكند تيرم عباره عن الملتيبيكيشن بتاع التو تيرمز دول، يبقى 2x، ودي اولويز بلس، يتبقى من ال2 باور 3 يتبقى 2 باور 2 اللي هي ايه؟ اللي هي 4. طيب x باور 3 ماينس ال1 دي هتديني ادي التو براكتس، طبعا ال1 احنا عارفين ان هو 1 باور 3، يبقى عندي هنا x ماينس ال1، يبقى هنا x سكويرد، يبقى هنا ال1، عندي دي عكس الساين دي، يبقى دي بلس x تايمز ال1 يديني x، ودي اولوز ايه؟ اولوز بلس. نيجي هنا ال64 عباره عن 4 باور 3، وعندي هنا x ايه؟ x باور 3 بلس ال27 عباره عن 3 باور ايه؟ باور 3. يبقى دي هتيكوال معانا الاتي، هتيكوال معانا ادي البراكت الصغير وادي البراكت الكبير، ال2 بيزز اللي هو 4x بلس 3، يبقى من ال4x 4 سكويرد x سكويرد اللي هي 16 x سكويرد، ده بلس يبقى ده ماينس، ده تايمز ده 3 تايمز 4 is 12 يبقى 12x. عندي هنا هنا يديني 9 والساين دي اولوز ايه؟ اولوز بلس. بروبلم 4، انا عندي 8x باور 3، ال 8 عباره عن 2 باور 3 والاكس باور 3 اهي ماينس 125، يعني ال 5 كيوبد. طيب 2x باور 3 اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن 2x all over باور 3 ماينس 5 ايه؟ 5 كيوبد. ده يديني براكت صغير وبراكت ايه؟ وبراكت كبير. البراكت الصغير فيه التو بيزز دول اللي هو 2x ماينس الايه؟ ماينس ال 5. هنا انا خدت من هنا 1 يبقى 2، يبقى 2x سكويرد اللي هي 4x ايه سكويرد، هنا ماينس يبقى هنا از بلس، دي عكس دي. طيب هنا عباره عن ده تايمز ده اللي هي 10 ايه 10x نيجاتيف ال5 ودي اولوز بلس، وعندي هنا ال5 خدت منها 1 يبقى 5 سكويرد اللي هي 20 25. اللي بعد كده 125 اللي هي 5 باور 3 بلس a باور 3. هل ممكن اعكس ال a هنا وال 5 هنا؟ ممكن، وممكن تسيبها كده عادي مفيش مشكله خالص. نعمل براكت صغير وبراكت كبير، هنا هيبقى 5 بلس ال a، يبقى هنا 5 سكويرد اللي هي 25، هنا ماينس 5 a بلس a a سكويرد. طيب نيجي هنا 343 اللي هي 7 باور 3، 7 باور 3 ماينس 27 اللي هي 3 باور 3، يبقى 3 باور ايه؟ باور 3، وعندي ام ايه؟ كيوبد اللي هي هتيكوال معانا 7 كيوبد ماينس 3 ام كيوبد. طيب براكت صغير براكت كبير، نحط التو بيزز دول اللي هي 7 ماينس 3 ايه؟ 3 ام، يبقى هنا 7 سكويرد اللي هي 49، دي تبقى بلس عشان عكس دي، ده تايمز ده يبقى 21 ام، ودي اولويز بلس، يبقى هنا يبقى من هنا 3 سكويرد ام سكويرد اللي هي 9 ام سكويرد. طب نيجي هنا بروبلم 7، ال 64 انا عندي 4 باور 3، يعني دي عباره عن ام باور 3
بلس 4 كيوبد ان ايه كيوبد اللي هتيكوال معانا ام كيوبد بلس 4 ان باور 3. طيب براكت صغير وبراكت كبير، يبقى انا عندي هنا ام بلس 4 ان، عندي هنا ام سكويرد ماينس ده تايمز ده 4 ام ان بلس 16 ان ايه ان سكويرد 16 عشان يتبقى هنا 4 سكويرد. اللي بعديها 512 اللي هي 8 باور 3، يبقى 8 باور 3 اكس كيوبد ماينس واي ايه واي كيوبد اللي هي هتيكوال 8 اكس كيوبد ماينس واي ايه كيوبد اللي هي هتيكوال معانا براكت صغير وبراكت ايه وبراكت كبير. البراكت الصغير عبارة عن 8 اكس ماينس واي، براكت الكبير ال 8 سكويرد اللي هي 64 اكس ايه سكويرد، ودي عكس دي تبقى بلس 8xy، وعندي هنا هيبقى بوزيتيف واي ايه واي سكويرد. اخر واحده ال 27 قلنا 3 باور 3، يعني دي على طول هتيكوال معايا كده xy بلس 3 براكت الثاني هيبقى x سكويرد واي سكويرد، عندي دي هتبقى ماينس 3xy بلس ايه بلس 9. بروبلم 10 27x cubed y cubed minus 64. ال 27 اللي هي 3 باور 3 x باور 3 y باور 3 minus 64 اللي هي 4 باور ايه باور 3 اللي هي هتيكوال معنا 3xy cubed minus 4a cubed اللي هي هتيكوال معنا براكت صغير براكت كبير، يبقى هنا 3xy minus 4 طالما هنا minus يبقى عندي هنا plus و plus، يبقى معايا هنا 3xy squared اللي هي 9x squared y squared، وبعد كده نعمل ده تايمز ده اللي هو 12xy، وبعد كده 4 squared اللي هي بايه ب 16. اللي بعد كده هنا 1 over 8 1 over 8 اللي هي 1 over 2 باور ايه باور 3، ايه باور كام ايه باور 3 minus 2 باور 3 بي باور ايه باور 3، ادي براكت صغير وادي البراكت الكبير، يبقى عندي هنا 1 over 2 a minus 2 b، وعندي هنا يبقى عندي هنا 1 over 4 a squared. طب ده نيجاتيف يبقى دي بوزيتيف اند بوزيتيف، ده تايمز ده 2 تروح مع 2 يديني ال a b، ده يبقى ده squared اللي هو 4 b squared. اللي بعديها دي اللي هي l power 3 minus 1 over 5a cubed، ادي البراكت الصغير وادي البراكت الكبير، يبقى انا عندي l minus 1 over 5 يبقى عندي هنا l squared، يبقى انا عندي 1 over 20a 5 positive positive ده times ده اللي هي l over كام l over 5. اللي بعديها 8 اللي هي 2 power 3 يبقى 2 power 3 a power 3 plus ال 0.001 دي اللي هي 0.1 باور كام باور 3، يبقى هتيكوال معايا ال 8، يبقى عندي 2a بلس 0.1 وعندي هنا هيبقى 4a سكويرد ماينس ده تايمز ده اللي هو هيبقى 0.2a هيبقى بلس 0.01. اللي بعديها دي اللي هي ايه دي اللي هي 0.3 باور كام باور 3 m كام m كيوبد ماينس n كيوبد، يبقى البراكت الصغير فيه ايه هيبقى فيه 0.3m minus ال n، هنا ده squared اللي هي 0.09m squared دي always plus ده times ده اللي هي 0.3mn plus n ايه n squared. اللي بعديها انا عندي هنا هيبقى 1 plus ال 125 اللي هي 5 باور كام باور 3، البي باور 6 اللي هي بي سكويرد الكل باور ايه باور 3، يعني البيز اللي عندي 5 بي سكويرد اللي هتيكوال عندي هنا 1 بلس 5 بي سكويرد باور ايه باور 3، وال1 طبعا 1 باور 3 اللي هتيكوال براكت صغير براكت كبير التو بيز اللي عندي 1 بلس 5 بي سكويرد، يبقى هنا عندي 1 هنا ماينس ده تايمز ده يبقى 5 بي سكويرد هيبقى بلس ال 5 السكوير بتاعها 25 والبي سكويرد السكويرنج بتاعها بي باور 4. نيجي اللي بعد كده
ال 8 2 باور 3 يعني اكنها 2x all over باور كام؟ باور 3 ماينس 343 7 باور 3 يبقى 7 باور 3 y سكويرد الكل ايه؟ باور 3 اكنها 2x كيوبد ماينس 7y سكويرد كيوبد. يبقى البراكت الصغير هيكون فيه التو بيزز دول اللي هو 2x ماينس 7y سكويرد. البراكت الكبير هيكون فيه الاتي ده سكويرد 4x سكويرد بلس ده تايمز ده 14xy سكويرد وبعد كده سكويرد اللي هو بلس 49y باور 4. هنا x باور 6 بلس y باور 6 دي اللي هتيكوال الاتي دي اكنها x سكويرد all over باور 3 بلس y سكويرد all over باور كام؟ باور 3. البراكت الصغير هيكون فيه x سكويرد بلس y سكويرد. البراكت الكبير هيكون فيه الاتي ده سكويرد اللي هو x باور 4 هيبقى ماينس x سكويرد y سكويرد بلس y باور ايه؟ y باور 4. اللي بعديها هنا difference between two cubes. الاول لما يجي المسألة دي لو ينفع اعملها difference between two squares احلها two squares الاول. يبقى دي هتديني x باور 3 ماينس ال 8 الكلام ده تايمز x باور 3 بلس ال 8 وكل واحدة من دول افكها بالاسم 5 difference between two cubes sum of two cubes. يبقى هنا هيديني x ماينس ال 2 وعندي هنا x سكويرد بلس 2x بلس 4 هنا هيديني x بلس 2 x سكويرد ماينس 2x بلس الايه بلس 4. Exercise 2 factorize each of the following perfectly. اللي هيفرق الاكسرسايز ده عن الاكسرسايز اللي فات ان انت هتلاقي كومن فاكتور لازم تاخده الاول. يعني هنا 2x باور 3 بلس 16 واضح ان انت هتاخد ال 2 از كومن يبقى هتديني 2x باور 3 بلس مين بلس ال 8 اللي هتديني 2 براكت صغير براكت كبير ال x باور 3 بلس ال 8 هيبقى عندي هنا x بلس 2 بعد هنا x سكويرد ماينس ال 2x بلس الـ بلس الـ 4. هنا هناخد 3 as a common يبقى لما اخدها هيبقى عندي هنا x باور 3 ماينس 27 قلنا 3 باور 3 يعني ده هيتفك معايا ل 3 ما تنساش طبعا تكتب ال 3 هنا x ماينس كام؟ ماينس 3 براكت الكبير x سكويرد بلس 3x بلس مين؟ بلس 9. هنا هاخد ال L as a common من عندي هنا L L باور 3 بلس 64 64 عبارة عن 4 باور 3 يبقى عندي هنا L تايمز L بلس مين بلس 4 براكت الكبير هيبقى L سكويرد ماينس 4L بلس 16. هنا هناخد ال M as a common يبقى عندي هنا M عندي هنا L باور 3 ماينس 27 M باور ايه؟ باور 3 27 يبقى اللي هي 3 باور 3 يبقى عندي هنا m تايمز l ماينس 3m براكت الكبير هيبقى l سكويرد بلس ده تايمز ده يبقى 3lm بلس 9m سكويرد. اللي بعد كده هنا هناخد 3 از ا كومن ومعاها x يبقى بناخد 3x از ا كومن يبقى معايا x باور 3 بلس مين بلس 1 يبقى 3x times x plus 1 عندي هنا x squared minus x plus mean plus 1. هنا ناخد 2x squared as a common ناخد 2x squared as a common يبقى عندي هنا x power 3 minus 27 طبعا x squared خدناها 27 اللي هي 3 power 3 يبقى 2x squared ما تنساهاش هنا x minus 3. البراكت الكبير ممكن اجيبه من هنا على طول من البراكت الصغير يعني دي هنا x سكويرد بلس 3x بلس مين بلس 9. نيجي هنا 16x باور 3 250y باور 3. لما نيجي ناخد القوه من المساله دي خد بالك ال 16 في قبلها بيرفكت كيوب اللي هو مين اللي هو ال 8 يبقى انا هحاول اوصل لل 8 عشان اوصل لل 8 اخد كومون ايه اخد 2 2 از كومون فاكتور يبقى معايا هنا ايه يبقى هنا معايا 8x باور 3 بلس 125y باور ايه باور 3 ظبطت معايا يبقى عندي هنا 2 هنا هيبقى 2x بلس مين بلس 5y براكت الكبير نبنيه من البراكت الصغير يبقى عندي هنا 4x سكويرد
minus 10 x y اللي هو ده times ده plus ده squared اللي هي 25 y a squared اللي بعديها. انا عندي هنا 16 وعندي 686 نفس الكلام لما اخد ال2 هوصل لل8 هنا يبقى عندي وخد ناخد برضك بي كمان وفي عندي بي از كومون فاكتور يبقى اخد ال2 بي يبقى معايا هنا 8 a باور 3 هيبقى بلس 343 بي باور 3 اللي هي هتبقى 2 بي براكت الصغير هيبقى فيه 2 a بلس 7 بي البراكت الكبير نبني من البراكت الصغير يبقى عندي هنا 4a squared minus 14ab plus 49b squared. هنا لما نيجي نبص على الكومون نفس الكلام هاخد 2 as a common تتحول دي 8 تتحول دي 27 وناخد الx وناخد y squared يبقى عندي هاخد 2 هاخد x هاخد ya squared يبقى معايا هنا 27x power 3 هيبقى minus هنا 8y باور 3 اللي هي هتيكوال معنا 2xy squared براكت صغير هيكون فيه 3x minus 2y براكت الكبير هيكون فيه 9x squared plus 6xy plus 4y squared. نيجي هنا هنا ال 500 اللي قبلها على طول بتالي 125 هتبقى accepted يعني نجرب ناخد الايه الفور از كومن لما اخد 4 من هنا يديني 125 4 من هنا يديني 64 يبقى انا كده خدت الفور. طب بالنسبه للاكس هاخد الاكس باور 5 بالنسبه للواي هاخد واي سكوير يعني هاخد الفور از كومن فاكتور وهاخد اكس باور 5 وهاخد واي ايه سكوير يبقى معايا هنا 125 اكس كيوبد الكلام ده ماينس ال 64 واي باور ايه واي باور 3. طيب بعد ايكوال معنا الاتي 4x باور 5 y سكويرد براكت صغير يبقى 5x ماينس ال 4y براكت كبير هيبقى 25x سكويرد بلس 20xy الكلام ده بلس 16y سكويرد. طيب نيجي هنا هنا ناخد ال 1 over 2 as a common لما اخد 1 over 2 as a common يبقى معايا هنا x باور كام؟ x باور 3. طب لما اخد ال 1 over 2 as a common من ال 4 باخدها ازاي؟ هقول 4 divided 1 over a over 2 اللي هي هتبقى 4 times 2 over 1 اللي هي بايه؟ اللي هي ب 8. يبقى عندي ده هيبقى بلس مين؟ بلس ال 8. هيبقى 1 over 2 براكت الصغير فيه x بلس 2 براكت الكبير هيكون فيه x squared minus 2x بلس مين؟ بلس ال 4. طيب هنا نفس الكلام اخد ال 1 over 3 as a common يبقى هيديني 1 over 3 times x power 3 minus تعال نشوف الكومن هيتاخد ازاي من ال 9 الكومن بيتاخد بالديفيجن يعني 9 divided كام 1 over 3 اللي هت equal 9 times 3 over 1 الديفيجن بيتحول لمultiplication وبعد كده بنجيب الريسبروكال بتاع اللي بعده اللي هت equal 27 يبقى x power 3 minus 27 اللي هي هتيكوال معانا ال h هيبقى 1 over 3 عندي هنا x minus 3 x squared plus 3x plus mean plus 9. exercise 3 it choose the correct answer from those given x plus y equal 3 و x squared minus xy plus y squared equal 5. لما تيجي تبص ل x plus y بالنسبة لل expression ده تلاحظ ان الاثنين دول بيمثلوا الاكسبانشن بتاع x كيوبد بلس y كيوبد يعني x كيوبد بلس y كيوبد ايكوال ده تايمز ده اللي هو 3 تايمز 5 اللي هي الايه اللي هي ال 15. كذلك x كيوبد ماينس y كيوبد لما تكون ب 14 لما تيجي تبص على الاكسبريشن ده x سكويرد بلس xy بلس y سكويرد ده البراكت الكبير بتاع الاكسبانشن ده يبقى البراكت الصغير هيكوال ايه هي ايكوال ال 14 ديفايدد الايه ال 7 اللي هي 2. طيب نيجي نبص هنا x باور 3 بلس y باور 3 ادي اكس ادي البراكت الصغير وادي البراكت الايه الكبير المفروض ان البراكت الصغير تايمز البراكت الكبير يديني الفاكتورايزيشن بتاع ده يعني 28 هتيكوال معانا البراكت الصغير اللي هو ب 2 تايمز البراكت الايه البراكت الكبير 2 تايمز ايه يديني 28 واضح ان هي 2 تايمز الايه ال 14 اللي بعد كده if y power 3 minus a
ايكوال الفاكتورايزيشن ده، يبقى الاي ايكوال كام؟ الاي سهل جدا اجيبها من البراكت الصغير. البراكت الصغير المفروض ان اول حاجه ده بيز لمين؟ للاي. يعني الاي المفروض ان هي 2 باور كام؟ باور 3. يبقى 2 باور 3 از 8، يبقى الاي عندي ب 8. طيب اللي بعديها بروبلم 5، اكس باور 3 ماينس الاي ايكوال الاكسبانشن ده، يبقى هو عايز الاي. هنا الاي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور كام؟ باور 3. يبقى هنا اكس بلس اي ايكوال كام؟ هيبقى على طول اكس بلس الاي 2. بس خد بالك بقى، المفروض ده اكس ماينس، يعني ده لما يجي يتفك يبقى اكس ماينس كام؟ اكس ماينس 2. طب هو هنا عامل لك بلس، يبقى المفروض ان هي اكس ماينس ماينس حاجه، ماينس الاي ماينس 2. يعني المفروض ان الانسر بتاعت الاي از ايه؟ از نيجاتيف 2. نيجي هنا اكس باور 3 بلس 27، هنا x بلس 3 تايمز الاي الاكسبانشن ده، يبقى الكي ايكوال ايه؟ الكي عندنا عباره عن ده تايمز ده، يعني هت ايكوال 3x. بس تاخد بالك من حاجه، المفروض ان البراكت ده الساين هنا عكس مين؟ عكس دي، يعني دي المفروض تكون ايه؟ تكون نيجاتيف. طب دي نيجاتيف والمفروض ده يطلع 3x، بس هو كاتبها لك بوزيتيف، يبقى الانسر عندي از ايه؟ از نيجاتيف 3x، عشان النيجاتيف تايمز نيجاتيف يديني البوزيتيف 3x، يبقى الانسر عندي از بي. نيجي اللي بعده نفس الكلام، تبص على الساينز، الساينز مظبوطه هنا عندي، ده مظبوط وده مظبوط. اجيب الكي ازاي؟ المفروض الكي بتيجي هنا عندي من الميدل تيرم، الميدل تيرم ده عباره عن ده تايمز ده، يبقى عندي الكي از ايه؟ الكي از 4. اللي بعد كده اكس ماينس واي، اكس بلس واي، ومعايا الايه؟ ومعايا الترم ده، ده بيكوال ايه؟ طيب انا عندي x ماينس y، x بلس y ده هيديني ايه؟ هيديني x سكويرد ماينس الواي ايه؟ سكويرد. لما تيجي تبص للبراكت ده والبراكت ده، ده اكنه براكت صغير وده براكت كبير، لان اكسبانشن، الاكسبانشن اللي هو x بلس 6 ماينس y باور ايه؟ باور 6. اكسرسايز 4 كومبليت ذا فولوينج، هنا x باور 3 ماينس 1 هيديني براكت صغير وبراكت كبير، براكت صغير x ماينس 1، براكت كبير ممكن ابديه من البراكت الصغير، يبقى عندي هنا ال x squared plus x plus ال a ال 1. طيب هنا 8 a power 3، ال 8 عبارة عن 2 power 3، يبقى البراكت ده هيبقى فيه 2 a، 125 عبارة عن 5 to the power 3، يبقى البيز ده is a is 5. هنا الثيرد تيرم عبارة عن ده squared اللي هي 25. طيب نيجي هنا x power 12 plus y power 15، ال 12 عبارة عن 4 times 3، يعني دي اكنها x باور 4 all over باور 3. يبقى هنا ال x باور كام؟ باور 4، وهنا ال y باور 5. طيب هنا ابني البراكت ده من البراكت ده، يبقى انا عندي هنا ال x باور 8، وعندي هنا ال y باور 10، وعندي هنا ده times ده اللي هي x باور 4 y باور 5. نيجي هنا 8 a باور 3، يبقى هنا 2a، البيز بتاع ال 8 عباره عن 2 باور 3، يعني البيز 2. طيب هنا مديني 9، ال 9 دي عباره عن ايه؟ ال 9 دي المفروض ان هي 3 باور 2، يبقى معنى كده ناقص لها 3، يبقى 3 باور 3 از ايه؟ ده الاوريجنال نمبر عندي هنا، يبقى هنا 3 باور 3 از 27، وهنا عندي 3، عندي هنا 4a سكويرد، وهنا 6a. طيب بيقول لي لو الاكس is a factor للإكسبريشن ده، then the second factor is what؟ احنا اتفقنا ان الفاكتورايزيشن انا بحول الادد تيرمز لمجموعة multiplied brackets، كل براكت بسميه factor. طيب بالنسبة للديفرنس between two cubes كان بيديني two factors، factors عبارة عن براكت فيه two terms، وفاكتور عبارة عن براكت فيه three terms، يبقى ده لما اجي افكه هيديني ده. طب البراكت التاني عبارة عن ايه؟ عبارة عن x squared plus 3x بلس الاي بلس ال 9، يبقى هو ده الاذر ايه؟ الاذر فاكتور. طيب كذلك نفس الكلام، الاكسبريشن ده ليه تو فاكتورز، هو مديك واحد منهم الكبير، يبقى الاذر فاكتور از ايه؟ اللي هو البراكت الصغير عباره عن 2a بلس الاي بلس ال 1. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي فايند الفاليو اوف اكس باور 3 بلس واي باور 3. انا عندي الاكس باور 3 بلس واي باور 3 دي بتيكوال معايا ايه؟ اكس بلس واي تايمز البراكت الكبير اللي هو x سكويرد ماينس x y بلس مين؟ بلس y سكويرد. طيب هو مديني ده كده بكام؟ ب 28. يبقى انا لو جبت x بلس y
يبقى انا كده حليت المساله. طب اجيب اكس بلس واي ازاي؟ انا عندي اكس ماينس واي، بس انا عندي هنا اكس سكويرد ماينس واي سكويرد، احنا عارفين ان جواها اكس بلس واي. ازاي الكلام ده؟ لان انا عندي سنس ان الاكس سكويرد ماينس واي سكويرد هنا ايكوال 20، ده معناه الاكس سكويرد ماينس واي سكويرد دي بتديني اكس ماينس واي اكس بلس مين؟ اكس بلس واي اللي هي ايكوال كام؟ ايكوال 20. هو بيقول لك اكس ماينس واي دي ب 2، يبقى انا ده عندي هيكوال كام؟ اودي ال 2 هنا بالديفيجن، يبقى الاكس بلس الواي بتيكوال ال 20 ديفايدد 2 ويتش از ايه؟ ويتش از 10. يبقى معنى كده ان الاكس بلس واي ب 10، يبقى الاكس باور 3 بلس واي باور 3 هتيكوال 10 تايمز ال 28 اللي هي ايه؟ 280. طيب نيجي اللي بعد كده. Factorize each of the following. الاكسرسايز ده الصعوبة زادت شوية، لان في ترم من التو ترمز عندك اصبح براكت، فتاخد بالك وانت بتتعامل مع البراكت وبالاخص لو قبليه نيجاتيف ساين. طيب تعال نمشي المسائل دي مع بعضينا واحدة واحدة ونشوف هنمشي فيها ازاي. هنا عندي difference between two cubes، براكت صغير وبراكت كبير. هنا A plus B اللي هو مين اللي هو ده؟ ماينس مين؟ ماينس البي. طب هنا هيبقى ده سكويرد، يبقى A بلس البي سكويرد. هنا نيجاتيف ساين، يبقى هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. طيب هنا في مين؟ هنا في ده تايمز ده، يعني بي تايمز الاي بلس البي، والترم ده عباره عن البي سكويرد. تعال نفكها، هنا عندي البي تروح مع النيجاتيف بي، يبقى هيديني A تايمز هنا ده بيرفكت سكوير، يعني لما اجي اعمل له اكسبانشن يديني الفيرست سكوير بلس توايس الفيرست تايمز السكند بلس السكند سكويرد، يبقى هيديني الفيرست سكويرد اي سكويرد توايس الفيرست تايمز السكند بلس السكند سكويرد اللي هو بي سكويرد. هنا هيبقى بلس اي بي بلس بي سكويرد بلس بي سكويرد اللي هي الايه الاخرانيه دي، اللي هي هتيكوال معايا اي تايمز ال A سكويرد، ملهاش أي لايك تيرم، يبقى أنا عندي A سكويرد. طب ال AB وال AB هنا في 2 هنا في 1، يبقى بلس 3 AB. طب B سكويرد وB سكويرد وB سكويرد، يبقى بلس 3 B سكويرد. طيب هل أعمل ديستريبيوشن لل A جوه ولا أسيبها كده؟ لا طبعًا أسيبها كده، لأن الفاكتورايزيشن لو في كومن فاكتور باخده، يبقى هي دي الفاينل أنسر بتاعتي. طب نيجي هنا، براكت صغير والبراكت الكبير. هنا يبقى عندي X بلس مين؟ بلس ال 5، الكلام ده ماينس ال 5، لان ال 125 عباره عن 5 تو ذا باور اوف 3. هنا يبقى معايا ايه؟ خد بالك نيجاتيف ساين، يعني هنا عندي بوزيتيف، هنا عندي ايه؟ بوزيتيف. هنا اكس بلس ال 5 باور ايه؟ باور 2. 5 تايمز البراكت ده هيديني 5 هنا اكس بلس ال 5، وعندي هنا ال 20 ايه؟ ال 25. طيب هنا عندي ال 5 راحت مع نيجاتيف 5، يبقى يديني اكس تايمز نفس الكلام، هفك البراكت ده الفيرست سكويرد توايس الفيرست تايمز السكند 2 تايمز 5 از 10 تايمز اكس، يبقى 10 اكس الكلام ده بلس 25، الكلام ده هيبقى بلس 5 تايمز اكس يبقى 5 اكس، 5 تايمز 5 از 25 بلس ايه 25، يبقى هتديني الاتي اكس تايمز اكس سكويرد 10x و 5x يبقى 15x، 25 و 25 و 25 يديني 70a 75. نيجي اللي بعديها، براكت صغير براكت كبير. عندي هنا هيبقى m-2n، الكلام ده minus 2n، لان انا عندي هنا m - 2n ده البراكت، وعندي النيجاتيف اهي، وال8 الروب بتاع الكوبيك روب بتاعها 2، والان ناخد البيس بايه؟ لان باور 3 اخد البيس بان. طب يبقى هنا ايه؟ انا عندي هنا نيجاتيف، يبقى عندي هنا بوزيتيف، وعندي هنا ايه؟ بوزيتيف. يبقى هنا عندي m - 2n سكويرد، وهنا يبقى عندي 4n ايه سكويرد، وهنا التو تيرمز دول معمول لهم ملتيبيكيشن، يعني 2n تايمز m ماينس 2n يبقى هتيكوال معايا الاتش. هنا m ماينس 2n ماينس 2n، يعني m ماينس 4n. طيب وهنا نفك ده، يبقى m سكويرد ماينس 4nm
بلس 4n سكويرد، الكلام ده هيبقى بلس 2nm ماينس 4n سكويرد بلس 4n سكويرد. طيب دي كده راحت مع دي كده، يبقى هيبقى معايا m ماينس 4n تايمز m سكويرد ماينس 4nm وبلس 2nm، ده هيديني ماينس 2nm، وهنا هيبقى بلس 4n سكويرد. نيجي اللي بعديها هنا نفس الكلام، براكت صغير وبراكت كبير. هنا عندي ال 8 2 باور 3 ناخد منها 2، m بلس n باور 3 ناخد منها n بلس m، m بلس n، وبعد كده عندي ماينس ال a ماينس ال n. طب نيجي هنا هيبقى 4m بلس n سكويرد، الكلام ده بلس، الاثنين دول نعملهم تايمز يبقى 2n m بلس n، الكلام ده بلس n ايه n سكويرد، اللي هو هيديني الاتي. هنا ال 2m بلس 2n ماينس ال n، دخلت ال 2 هنا وهنا بركه الكبير، هيبقى عندي 4 وعندي هنا m سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند 2mn، وعمل لهم تايمز 4 يبقى 8، يبقى 8mn بلس n سكويرد تايمز 4 يبقى 4n سكويرد، الكلام ده هيبقى بلس 2nm بلس 2n سكويرد بلس n ايه سكويرد، اللي هو هيديني هنا ده يروح مع ده يديني n، يبقى 2m بلس ال n تايمز 4m سكويرد، هنا 8mn و 2mn يبقى 10، يبقى بلس 10mn، وهنا 4n سكويرد و 2n سكويرد يبقى 6، وعندي هنا 1 يبقى 7، يبقى بلس 7n سكويرد. نيجي اللي بعد كده، لما تيجي تبص لل 2 هنا ال 2 is not a perfect cube، وبالتالي مش هينفع احل المساله في وجودها. الاحظ ان هنا في 2 وهنا في ايه 2، يبقى خدها كومون بره، يبقى هتيكوال معايا الاتي، هتيكوال معايا 2 تايمز 1 ماينس الاكس ماينس 1 باور كام؟ باور 3. خدت 2 من هنا ومن هنا، خدت 2 من هنا يبقى 1، خدت 2 من هنا يبقى البراكت، وال2 دي تفضل معاك لحد النهايه. يبقى عندي هنا 2 براكت صغير وبراكت كبير، يبقى انا عندي هنا 1 ماينس اكس ماينس ال1، وعندي هنا هيبقى 1، هنا ماينس يبقى بلس، وعندي هنا بلس، يبقى انا عندي ده تايمز ده از اكس ماينس 1، وده هيبقى الاكس ماينس 1 ايه سكويرد، اللي هتديني الاتش، هيبقى 2 تايمز هنا 1 ماينس اكس ماينس 1. خد بالك بقى المفروض تبقى هنا 1 ماينس اكس بلس مين؟ بلس 1، لان النيجاتيف ده حصل له ديستريبيوشن هنا وهنا. طيب تايمز عندي 1 بلس الاكس ماينس ال1، الكلام ده بلس اكس سكويرد ماينس 2x بلس مين؟ بلس ال1. طيب يبقى هيديني 2 تايمز 1 بلس 1 از 2، يبقى 2 ماينس x، وعندي هنا عندي 1 راح مع نيجاتيف 1، وعندي هنا يبقى x سكويرد نيجاتيف 2x و x يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف x، وعندي البلس ايه؟ بلس 1. بروبلم 6 x بلس 5 باور 3 بلس x ماينس 5 باور 3، يبقى براكت صغير وبراكت كبير، هيبقى عندي هنا x بلس 5 بلس x ماينس 5، هنا عندي بلس يبقى دي ماينس، ودي هنا ايه ودي هنا بلس، هنا هيبقى x بلس 5 سكويرد، وهنا x ماينس 5 سكويرد، وهنا ده تايمز ده اللي هو x بلس 5 تايمز x ماينس الايه ماينس ال5. وخد بالك ان الماينس دي بعد اللي هيطلع هنا، يعني اللي هيطلع هنا ما ينفعش تكتبه على طول، هتكتبه بين براكتس عشان النيجاتيف ده يحصل له ايه ديستريبيوشن عليه. طيب نيجي نشوف هنا x بلس 5 بلس x ماينس 5، تروح ال x مع تروح ال 5 مع مين؟ مع ال 5، يديني 2x، ويبقى هنا تعال نفك ده، هنا هيبقى x سكويرد بلس 10x بلس 25. تاخد بالك بقى من النيجاتيف دي، النيجاتيف دي لازم اوبن بعديها براكتس. طيب x بلس 5 و x ماينس 5 ده اللي هو الفاكتورايزيشن بتاع الديفرنس بين تو سكويرز، يعني x سكويرد ماينس 25.
وممكن تعمل x times x x squared و x times negative 5 وهنا plus 5 times x وهيروحوا مع بعض فهي تطلع كده على طول. الكلام ده هيبقى plus x squared minus 10x plus a 25. ده هيقول الاتي ال 2x هي زي ما هي. طب نيجي هنا بقى x squared و x squared يبقى 2x squared. 10x راحت مع negative 10x. هنا عندي 25 و 25 هيبقى plus 50. بالنسبة لهنا هيبقى negative x squared. هنا negative times negative يبقى positive 25. اللي هي هتيكوال معنا 2x. هنا 2x squared minus x squared اللي هي x squared. plus 50 plus 25 يديني positive 75. problem 7 نفس الكلام. هنا هيبقى عندي x plus y minus x minus y وعندي هنا x plus y squared هنا minus يبقى هنا plus هنا x plus y x minus y plus x minus y squared. طيب هنا x plus y هنا minus x plus y يبقى ال x هتروح مع ال x ويبقى عندي هنا 2y لان انا عندي هنا نيجاتيف تايمز نيجاتيف از بوزيتيف يبقى عندي هنا y و y 2y. طيب تعال بقى نفك الايه المجموعه دي يبقى x squared plus 2xy plus y squared. هنا عندي plus ممكن اكتبها على طول بقى لو كانت نيجاتيف كنت لازم اعمل ايه احط براكت يبقى plus هنا difference between two squares يبقى x squared minus y squared. هنا هيبقى plus x squared هيبقى minus 2xy plus ya y squared. طيب يبقى انا عندي هنا negative 2xy تروح مع ال 2xy وهنا عندي negative y squared وتروح مع مين مع y squared. يبقى معايا الاتي x squared و x squared و x squared يبقى 3x squared يبقى 2y 3x squared وعندي هنا يبقى plus y squared. اللي بعديها m minus n plus m minus n power 4. طبعا ال n minus ال m دي ملهاش cubic root مش power 3 بس تلاحظ ان البراكت ده شكل البراكت ده. طيب انا لو خدت البراكت ده كله common factor ده هيقل معايا 1 وده هيبقى ايه هيبقى 1 يعني دي هتيكوال معايا كبداية كده m minus ال n يبقى عندي هنا لما اخد ال m minus ال n بره يبقى مكانها 1 هنا هيبقى plus m minus n باور ايه باور 3 يبقى هو ده السام اوف 2a اوف 2 كيوبس اللي هو هيديني براكت صغير ادي البراكت الصغير دي البراكت الكبير البراكت ده اللي هو ده ما ننساهوش m minus n هنا هيبقى 1 plus m minus n يبقى هنا معايا 1 minus البراكت ده تايمز ده يبقى minus ايه بقى خد بالك بقى طالما في minus يبقى احط ايه احط براكت على طول m minus ال n وهنا هيبقى m minus ال n ايه squared. طيب يبقى هنا عندي هيبقى m minus ال n ودي زي ما هي 1 plus ال m minus ال n ودي هيبقى 1 minus ال m plus ال n ونفك ده اللي هي plus m squared minus 2 m n plus n ايه n squared وملهاش ايه اي ايه اي مفيش اي لايك تيرمز هنا يبقى تنهي المساله على كده. نيجي هنا لما نيجي نبص المساله دي الفور عندي هنا بالنسبه لي مش هينفع اخدها كومن فاكتور وكذلك هنا مش هينفع اخد حاجه كومن في المسائل اللي زي دي لازم اجيب الاكسبانشن كله وادخل الفور جوه الاكسبانشن يعني دي هتيكوال معايا الاتي انت عندك هنا اكس باور 3 ماينس 2 واكس باور 3 بلس 2 ده عباره عن ايه ده واضح ان هي كانت ديفرنس بتوين تو سكويرز يعني تديني x باور 6 ماينس الايه ماينس ال4 وعندي الماينس ال4 دي كمان يبقى هتيكوال معايا كام x باور 6 ماينس الايه ماينس ال8 يبقى هو ده الديفرنس بتوين تو كيوبس. طيب اللي هو هيديني الاتي براكت صغير وبراكت كبير دي هيبقى x سكويرد ماينس الايه ماينس ال2 عشان ال8 دي عباره عن 2 باور 3. طيب هنا انا عندي ماينس يبقى هنا في عندي بلس وفي عندي هنا ايه بلس الاكس سكويرد يبقى منها اكس باور 4
طيب هنا ده تايمز ده يبقى 2x سكويرد، وهنا يديني ايه؟ وهنا يديني 4. طيب نيجي للي بعديها، نفس الكلام لازم افك الاكسبانشن. طيب هنا x ماينس 3 واكس سكويرد بلس 3x بلس 9، الكلام ده اللي هو ايه؟ الكلام ده واضح قوي اللي هو كان ديفرنس بتوين 2 كيوبز وايه؟ وعملنا له اكسبانشن، يبقى اضمه تاني اللي هو كان هيبقى x باور 3 ماينس ال 27 ونضيف عليها بلس ال 28 اللي هي هتيكوال معايا x باور 3 بلس الايه؟ بلس ال 1. ودي بقى نعملها اللي هي السم اوف 2 كيوبس اللي هو هيديني براكت صغير x بلس 1 وهنا x سكويرد ماينس x ايه؟ بلس ال 1. نيجي اللي بعد كده. Exercise 7 factorize each of the following. لما نيجي نبص هنا، هنا عندي m باور 6 ماينس 3 m كيوبد بلس 2، ده مستحيل يكون ديفرنس بتوين 2 كيوبس لان ده عندنا 3 ترمز. المسائل اللي زي دي انا اشتغل عادي خالص، اشتغل بالسيكونس بتاع الدروس اللي احنا اتعلمناه. انا عندي ال m باور 6 هل قدامها في كوفيشنت ولا 1؟ 1، يبقى انا هشتغل بلس 1. يبقى هو هعمل 2 براكتس، عندي ال m هيبقى عندي هنا ال m باور 3 وهيبقى عندي هنا الام باور ايه؟ باور 3. عندي هنا بوزيتيف ساين، يعني ايه؟ حط التو ساين دول زي الميدل تيرم، وهنا عندي نيجاتيف وعندي هنا ايه؟ نيجاتيف. طيب a تايمز a يديني 2 والسم يديني 3، واضح ان هي 2 تايمز ايه؟ 2 تايمز 1. طب لما تيجي تبص هنا بقى تلاقي ده كده خلاص خلص، ملوش فاكتورايزيشن، لكن ده يتفك معاك اللي هو هيديني كده ام سكويرد ماينس 2 وعندي هنا براكت صغير ام ماينس 1 براكت كبير ام سكويرد بلس الام بلس مين؟ بلس ال1. طب نيجي هنا نفس الكلام، هنا هعمل 2 براكتس واي باور 3 وهنا واي باور 3، عندي نيجاتيف ساين يبقى نحط واحده بوزيتيف واحده ايه؟ واحده نيجاتيف. ايه تايمز ايه يديني 27 والديفرنس 26، 1 تايمز 27. طيب الكبير مع مين؟ مع الساين بتاعت الميدل تيرم، يبقى هنا 27 وهنا الايه؟ وهنا ال1. تيجي تبص ده sum of two cubes وده difference between two cubes، ده هيتفك وده هيتفك. طب لما اجي افك ايه؟ لما اجي افك ده هحط y plus 27، خلاص اتعلمناها من كتر الشغل، 3 باور 3 يبقى بلس ايه؟ 3. هنا يبقى y سكوير هنا ماينس ده تايمز ده 3y، وهنا هيبقى بلس مين؟ بلس 9. هنا هيبقى y ماينس 1 تايمز y سكوير بلس y بلس مين؟ بلس 1. طب تعالى نشوف هنا نفس الكلام برضه، تو براكتس الاول افكهم بلس 1 اكس باور 3 اكس باور ايه؟ 3. عندي بوزيتيف ساين يبقى نيجاتيف نيجاتيف عشان زي الميدل تيرم. اي باي اي دي 27 والسم 28، واضحه ان هي 27 تايمز ال 1، ده هيتفك وده هيتفك. اكس ماينس 3 اكس سكويرد بلس 3 اكس بلس 9، وعندي هنا اكس ماينس 1 اكس سكويرد بلس الاكس بلس مين؟ بلس ال1. نيجي اللي بعد كده، اكس باور 6 يبقى هنا اكس باور 3 وهنا اكس باور ايه؟ باور 3. نيجاتيف يبقى انا عندي بوزيتيف نيجاتيف، اي باي اي يديني 10 والديفرنس بتاعهم يديني 7، 1 تايمز 8 وال8 مع الساين بتاعت الميدل تيرم يبقى ال8 هنا وال1 ايه؟ وال1 هنا، ده يتفك وده يتفك، يبقى اكس بلس 1 x سكويرد ماينس ال x بلس ال 1 وعندنا x ماينس 2 x سكويرد بلس 2x بلس مين؟ بلس ال 4. اكسرسايز 8 فاكتورايز بيرفكتلي، مديني x بلس 5 باور 4 ماينس x ماينس 5. لما تيجي تبص على المساله دي لو انا الاكسبانشن ده فكيته هتلاقي ان مفيش اي اضافه انت ايه؟ انت خدتها من الفكه دي. لكن تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان انت عندك هنا اكس وهنا اكس، هنا 5 وهنا 5. الحاجات السيميلر دي لازم تلفت انتباهك شويه. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو قدرت اخلي دي اكس بلس 5 ممكن تتاخد كومون بار. طب ازاي اخد اكس بلس 5؟ ازاي اجيبها اكس بلس 5؟ النيجاتيف دي لو انا خدتها كومون هتتحول معاك النيجاتيف اكس ماينس 5 لاكس بلس 5. طب يعني ايه اخد نيجاتيف كومون؟ اخد نيجاتيف كومون يعني اكني بقول لك خد النيجاتيف 1 از كومون. يبقى دي هتيكوال معناها الاتي، هتيكوال معنا اكس بلس 5 باور 4 ماينس ماينس، يعني اكني خدت نيجاتيف 1 كومون. لما اخد نيجاتيف 1 من نيجاتيف اكس يبقى لي اكس، لما اخد نيجاتيف 1 من نيجاتيف 5 يديني بلس ايه؟ بلس 5.
يبقى هنا ادي البراكت ده والبراكت ده الاثنين زي بعض ممكن اخدهم كومون، يعني هتيكوال معايا اكس بلس 5 تايمز اكس بلس 5 باور 3 اللي يتبقى من هنا ماينس مين؟ ماينس ال1. اوكي طيب ده هيديني ايه؟ نفك ديت اللي هو هتيكوال معايا الاكس بلس 5 تايمز براكت صغير براكت ايه؟ براكت كبير. يبقى انا عندي هنا اكس بلس 5 ماينس ال1 وعندي هنا x بلس ال5 سكويرد بلس x بلس ال5، ولو كانت دي نيجاتيف كنت هعمل هنا براكت، الكلام ده بلس مين؟ بلس ال1. طيب اللي هي هتيكوال معايا x بلس ال5 اللي هو البراكت ده تايمز x بلس 5 ماينس 1 يبقى x بلس 4، الكلام ده تايمز هنا x سكويرد بلس 10x بلس 25 كلام ده بلس x بلس 5 بلس مين بلس 1 اللي هت equal x بلس 5 x بلس 4 x squared ال 10x وال x 11x 25 5 30 و 1 يبقى 30 31. طيب نيجي اللي بعد كده مديك اكس واي واكس ماينس واي، عايز اكس كيوبد ماينس واي كيوبد، الاكس كيوبد ماينس واي كيوبد بتيكوال معانا اكس ماينس الواي تايمز اكس سكويرد بلس الاكس واي بلس مين بلس واي سكويرد. طيب وانت عندك اكس ماينس واي ب1، يبقى انا عندي الاكس باور 3 ماينس واي باور 3 هتيكوال اكس سكويرد بلس الاكس واي بلس مين بلس واي سكويرد. طب والاكس واي عندي بكام؟ عندي ب2، يعني ده هيكوال معايا 2 بلس اكس سكويرد بلس واي مين واي سكويرد. يبقى انا ايه اللي ناقصني عشان اجيب الفاليو بتاعت اكس كيوبد ماينس واي كيوبد؟ اللي ناقصني اكس سكويرد واي سكويرد. تيجي تبص هنا تلاقي مش موجود. طيب التكنيك الوحيد عشان تعرف تجيب اكس سكويرد بلس واي سكويرد، خليك بقى كده عارفها المعلومه دي، لو مديك اكس ماينس واي في ايكويشن اعمل على طول سكويرنج للايكويشن دي. طب انا هستفيد بايه لما اعمل سكويرنج للايكويشن؟ تعال نشوف كده، هنكتب باي سكويرنج ذا ايكويشن اكس ماينس واي ايكوال ايه؟ ايكوال 1. ده يديني ايه؟ يديني اكس ماينس واي سكويرد ايكوال 1، دي اللي هي اكس سكويرد ماينس 2 اكس واي بلس واي سكويرد ايكوال كام؟ 1 سكويرد ب1. انا عايز الاكس سكويرد بلس واي سكويرد، يبقى الاكس سكويرد بلس الواي سكويرد هت ايكوال 1، ده يروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف ساين، يبقى بلس 2 اكس ايه 2 اكس واي اللي هي هت ايكوال معانا 1 بلس 2 تايمز 2 اللي هم مديني الاكس واي ب2، يبقى هت ايكوال معايا 1 بلس 4 which is الاي which is ال5. يبقى انا جبت الاكس سكويرد بلس واي سكويرد ب5، يبقى زين اكس كيوبد ماينس واي كيوبد هت ايكوال معانا 2 بلس ال5 which is a which is ال7. نيجي نشوف اللي بعديها، بيقول لي 2 integers السم بتاعهم is 2 والسم of their squares 34، بيقول لي find السم of their cubes. طب انا لو جبت ال2 numbers اقدر اجيب السم of their cubes. لما يجي لي حاجه زي كده المفروض اكونسيدر ان الفيرست نمبر از اكس، يبقى كونسيدر the first number is a is x، لما يكون x يبقى second a and the second هيبقى is a هيبقى 2 minus x، لان عشان اخلي الصم بتاعهم is 2 يبقى واحد فيهم x والتاني 2 minus x، حطهم على بعض هما الاثنين النيجاتيف x تروح مع x يبقى 2. طيب ايه الايكويشن بقى اللي هحل بيها المساله؟ ان السم اوف زير سكوير 34. طب زير سكوير ايكوال ايه؟ يبقى اكس سكويرد بلس 2 ماينس الاكس سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال 34. يبقى اكس سكويرد بلس، تعال نفك ده، يبقى 4 ماينس ال 4x بلس اكس سكويرد ايكوال كام؟ 34. اكس سكويرد واكس سكويرد 2x سكويرد. هنا النيجاتيف 4x هنا بلس ال 4 وودي دي هنا بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 34 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى ال 2x سكويرد هنا ماينس ال 4x
هنا minus 30 هت equal معنا ايه؟ هت equal 0. طبعا ده lesson 2 يبقى يعمل كده اهو 2x و ايه؟ و x واحدة positive واحدة negative. a by a ديني 30 احط هنا عايز اوزع ال 30 بحيث ان ال 2 diagonals difference بتاعهم equal 4. طب لو حطينا مثلا هنا 5 وهنا 6 هنا 5 يبقى 10 وهنا 6 تظبط معايا، يبقى نحط هنا كده 5 وهنا ايه وهنا ال 6. طيب يبقى انا عايز الدياجونال الكبير يبقى بالنيجاتيف، يبقى هنا نيجاتيف وهنا ايه وهنا بوزيتيف. يبقى الايكويشن دي لما اجي افكها يبقى 2x بلس ال 6 تايمز x ماينس ال 5 ايكوال معايا كام؟ هت ايكوال 0. يبقى يا اما ده ب 0 يا اما ده بايه؟ ب 0. يبقى 2x plus 6 equal 0 or x minus 5 equal 0. هنا يبقى x equal 5. هنا ال 2x equal negative 6 يعني ال x equal negative 6 divided to which is negative a negative 3. معنى كده ان ال 2 numbers بتوعي negative 3 and ال a and ال 5. تعال نشوف ال sum of their cubes. هو طالب ال sum of their cubes يبقى then the sum of زير كيوبز هيكوال معانا 5 كيوبد بلس نيجاتيف 3 كيوبد اللي هو 125. ده هيبقى ماينس اللي هي ماينس ال 27 which is 98. وكده بقى احنا وصلنا لنهايه ليسون 5. يا رب تكونوا فهمتوه كويس وبالتوفيق ان شاء الله.